السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم في القناة ترموميكس كوزين ماروكان مع فاطمة، معكم لكونسيير بشع وفاطمة اللي غادي تقدم لكم اليوم هاد الكيك اللي هو من الوصفة ديالي واللي جربته وعجبني وبغيت نشاركه معكم. كيجي سهل ولذيذ، تابعوا معايا المقادير وكيفية استعمال في الترموم. كتجي سهلة بزاف وكتجي لذيذة. هانتوما غادي تشوفوا معايا المقادير والطريقة كيستعمال في الترموميكس، تابعوني حتى الاخر الفيديو. بالنسبة للمقادير غادي نديرو 3 ديال البيضات اللي غادي نديرها في البول، هما الاولين، وغادي نضيفو 100 غرام من السكر كما كتشوفوا. كما كتشوفوا هنايا غادي نبرمج الترموميكس على 15 ثانيه سرعه 6 هكذا باش غادي يتخلط داك البيض مع السكر مزيان، وعاد غادي نضيف الباقي ديال العناصر. كما كتشوفوا دازت 15 ثانيه، دابا كنضيفوا الزيت اللي هي 100 غرام من الزيت المائده، وغادي نضيف قليل من اللوز. عندكم قرقع او اي فاكهه بغيتوا تزيدوها جافه ممكن تزيدوها، راه كتجي زوينه. عندي تفاحه هنا اللي نقيتها بالقشور ديالها حيدتهم وقسمتها على 4 ودرتها في البول. غادي نضيف خميره اللي هي هنا عندي 14 غرام الخميره، وغادي نضيف 200 غرام ديال الدقيق يكون مغربل، 200 غرام من الدقيق الابيض، وغادي نضيفو كاس ديال دانون طبيعي اللي عندكم، او تضيفو كاس الحليب اللي عندكم موجود، يا حليب يا دانون. هنا قليل من القرفه، كنسموها بالقرفه. ندير نبرمج الترموميكس على 20 ثانيه سرعة 4 كما كتشوفوا. هكذا الخليط غادي يتخلط لي، وغادي نكونوا وجدنا المول ديالنا طويل، واللي بغيتو نتوما يعني الشكل اللي عندكم موفر تقدروا ديروه. وغادي نكون شاعله الفران اللي غادي نشعلوه على 180 درجه الحراره، وغادي نخليوها في الفرن 30 حتى 40 دقيقه. وانتوما كتقلبوا الكيك ديالكم يعني على حسب الفران اللي عندكم. غادي نقسموا بنانه اللي تكون عندنا طايبه، انا راه عندي شويه طابتني حيت كنت دايرها في الثلاجه، الا درتوها في الثلاجه كتخلي ديك الكحوله، كتضيفوها هكذا بالفوق، وكنضيفوا كذلك دوك حبيبات بالشوكولا. وكتوضعوها في الفران اللي كيكون سخون على 180 درجه الحراره. وهكذا هذا هو الكيك ديالنا. من بعد انا درت ليا 40 دقيقه، من بعد 40 دقيقه هذا هو الكيك، كيجي مفشفش وكيجي هائل. غير جربوا هذا الكيك، راه غادي يعجبوا وليداتكم وغادي يعجبكم. كنتمنى يكون هذا الفيديو يعجبكم، وكنتمنى لكم الصحه والعافيه، وشكرا على المشاهده.